هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتوقع الحصول على إيضاحات من إسرائيل بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار على مواقع لها، ما أدى إلى إصابة جنديين أمميين بجروح. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: ننتظر إيضاحات من السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن، مشددة على أن حماية جنود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي واجب على كل الأطراف. كما أدانت الخارجية الفرنسية أن أي تعد على سلامة قوة اليونيفيل سوف يطرح الكثير من السيناريوهات. المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس السيد بيير رومو، الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية سيد بيير، كيف تنظرون إلى تصاعد الأزمة يعني، وما هي يعني السحب القاتمة التي تحوم في أفق المزيد من الأصداء السلبية لما آلت إليه المواجهة بين الجانبين، خاصة في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني؟ نعم، مساء الخير. أولا، السحب قاتمة جدا، خاصة أن الاستهدافات الآن تشمل حتى قوات حفظ السلام، أي الأبيات التي من المفروض أن تقع خارج القصف تماما، مثل المدنيين. أكيد بأن الانعكاسات انعكاسات خطيرة جدا، وحينما تدعي إسرائيل أن عملياتها عمليات مستهدفة، هي تعلم جيدا بأن الآثار الجانبية ماثلة واضحة ملموسة، أكثر من 40 قتيلا راحت ضحيتهم في غزة، الآن فتح جبهة جديدة في لبنان أيضا يتأثر به المدنيون الذين يصبحوا بالنسبة للكثير منهم نازحين، مدنيون أبرياء نازحون، قوات أممية، قوات السلام يعني. أعتقد بأن هذه السحب القاتمة قاتمة جدا على المستوى الإنساني، ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي. إسرائيل حاليا تأتي على كل شيء، ويعني تستهدف البشر والحجر، ويعني وإن كانت بالتأكيد بشكل يعني ممنهج ووحشية تستهدف الفلسطينيين في المقام الأول، ويعني هي لبنان أيضا تنضم إلى يعني هذه الحصيلة من الضحايا المتجددة، لكنها أيضا هذه النيران الإسرائيلية تطال الأونروا وتطال اليونيفيل. حديثا عن المواقف الغربية وتحديدا فرنسا وإيطاليا، يعني الجانبان يطالبان بإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، ما المتوقع؟ وكما ذكرت يعني الإيضاحات لا تأتي عندما استدعى رئيس الوزراء الإيطالي سفير إسرائيل لتقديم إيضاحات، لا يقدم إيضاحات. المشكلة أن مثل هذه العمليات وكأنها تدخلنا في دوامة لا ندري أبدا إلى أين ستتوقف، لأن خطة إسرائيل، خطة ما بعد القصف، ما بعد الهجوم غير موجود، لا خطة أبدا، لا خطة سياسية، لا خطة لاستتباب الأمن، لا خطة للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين. المشكلة أن الباب مفتوح واسعا أمام الفراغ، وبطبيعة الحال موقف فرنسا وهي دولة دبلوماسية قيادية دبلوماسيا في أوروبا هو موقف ليس مجرد استفسارات، ولكن التساؤل إلى أين أريد حكومة نتنياهو أن تذهب. من الواضح أن الطريق المسدود ماثل أمام إسرائيل، ماثل أمام المجتمع الدولي، طالما أن المفاوضات على التوصل لحل دولتين، طالما أن العودة إلى طاولة المفاوضات، طالما أن إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتغيير حكومة نتنياهو بحكومة ترغب فعلا في استئناف المفاوضات. أنت تعلمين بأن الشعب الإسرائيلي نفسه هو الآن يبطن نوايا سيئة جدا على حكومة نتنياهو. طيب أيضا من الملاحظ سيد بيير أن بعض الغرب وتحديدا الولايات المتحدة تسعى لإعادة إحياء
الحديث عن وقف إطلاق النار، هل يستقيم الحديث عن ذلك في ظل المواقف الأمريكية المعهودة وما وصلت إليه المواجهة مع مخاوف تتجدد يوما بعد يوم أن يرقى ما يحدث حاليا إلى حرب شاملة مفتوحة؟ المشكلة أن الإدارة الأمريكية تعيش فترة مرحلية لأنها على أبواب انتخاب جديدة، ونحن لا ندري إلى متى الإدارة الديمقراطية التي فعلا لديها نوايا في تفعيل المفاوضات، وجو بايدن قد أعلن بأن هذه ضرورة من الضرورات، وأيضا يعني الإدانة الواضحة التي تحدث عنها جو بايدن في أكثر من تصريح. المشكلة أن اقترابنا من الانتخابات الأمريكية لا تعطي مساحة واسعة جدا للإدارة الأمريكية الحالية، الإدارة الديمقراطية، لأن تفعل الخطة. وبنيامين نتنياهو الذي يراهن على انتخاب ترامب يعلم ذلك، فبالتالي يعني نحن هنا في مرحلة بين وبين. وحتى ولو كانت هذه النوايا الأمريكية فعلا النوايا تصب في العودة إلى الحل الدبلوماسي وإلى المفاوضات، نحن منتظرون لأن ننتظر، والمجتمع الدولي أيضا لابد هو مضطر. فرنسا بدورها نددت بالتصعيد في جنوب لبنان وتحذر على الدوام من هذا الشكل من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين الأبرياء. أيضا أعود من جديد، ماذا بعد؟ يعني هل يمكن أن يشكل ذلك ضغطا حقيقيا على إسرائيل؟ لأن كل هذه المطالبات حتى يعني ما يخرج عن الكيانات الدولية على غرار مجلس الأمن ليست ملزمة لإسرائيل حتى اللحظة، والقارئ للتاريخ القريب يلمس ذلك بشكل صارخ. الضغط الحقيقي لا يمكن أن يأتي من أمريكا. طيب أمريكا بوقف هذا العدوان، هذا العدوان على المدنيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني تغيير هذه الحكومة ومقدم حكومة جديدة. أعتقد بأن الضغط لا يمكن أن يأتي إلا من جهة أمريكية، ومن جهة أيضا المواطن الإسرائيلي الذي هو يعلم جيدا أن منطق نتنياهو غير منطقي، وأنه يتجه إلى الباب المسدود. أنا أعتقد بأن الحل الوحيد هو الدخول في تجربة لم يعيشها المواطن. ومن هذا المنطلق يتدنى سقف التوقعات من جلسة مقبلة لمجلس الأمن الدولي، هل من جديد يمكن أن يفرض نفسه على الطاولة يغير من مجريات الأمور، أم أنكم ترون بأن السيناريوهات تتجه للأسوأ حاليا؟ مع الأسف لا أعتقد أنها جديد حقيقي يمكن التأويل عليه من جمعية الأمم المتحدة، لأنك كما ذكرت القرارات غير ملزمة، وأي قرار يصدر عن مجلس أمن الأمم المتحدة قد يقابل بفيتو، فيتو أمريكي مثلا على أي قرار يذهب في اتجاه التسوية. فبالتالي نحن هنا أمام علامات استفهام كثيرة، وأنا أخشى من الانفلات على صعيد التصعيد العسكري وقواعد الاشتباك ما بين الجانبين، لكن على الأقل حتى يعني إفساح يعني المزيد يعني أو مجال أكبر لإيصال المساعدات، هل أصبح ذلك أيضا دربا من دروب المستحيل بالنظر للإصرار الإسرائيلي على التصعيد على الجهات الحافة الآن؟ نعم، يعني أنت تلاحظين ما حدث مع جون روا التي أصبحت الآن في عدد المنظمات التي لم تعد إسرائيل ترغب في قبول مساعدات. صحيح بأن دائما هناك إمكانيات متاحة لإقامة ممرات إنسانية وتقديم مساعدات للمنكوبين، ولكن هذا يستدعي وقفا لإطلاق النار. بدون وقف لإطلاق النار من الصعب جدا توصيل المساعدات، بل حتى من المستحيل حتى. أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة التحليلية السريعة سيد بيير ريمون، الكاتب والباحث السياسي.